السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات سحب من موقع توب ميلينج. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي، وهناخد جولة سريعة في الموقع زائد الموقع الجديد اللي هو فاتحه، هنعمل برضو منه إثبات سحب اللي هو موقع كاشير فن. استنوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم مجددا. ندخل نشوف الموقع بتاعنا النهارده. ده الموقع بتاعنا. طبعا الموقع بتاعنا بيدينا التعدين بدون استثمار، بيدينا 0.21، وهنا بيقول مفيش نقاط والسحب متاح دائما. هندخل دلوقتي ونسجل دخول برقم الباير بتاعنا ونقول تسجيل دخول. طبعا انا مجدد ب 20 روبل قبل كده. يفتح معانا الموقع. تمام كده فتح معانا الموقع. انا معايا 6 روبل و12 سنت. هننزل تحت شوية كده نشوف، ادي 20 روبل اللي انا كنت مجددها في الموقع. دلوقتي علشان نسحب هنبتدي ان احنا نروح هنا ونقول سحب الاموال. هيبتدي يحولني على الصفحة دي. طبعا الصفحة دي فيها الرقم اللي معايا، وهنا بيقول لك ان مفيش اي عمولة هتتاخد منك في السحب، وده سجل المدفوعات. هنبتدي دلوقتي ان احنا نروح على الباير عشان نشوف انا معايا قد ايه. طبعا هنا اخر حاجة انا اللي دفعها 40 روبل. هنعمل ريفرش مع بعض كده. اخر حاجة 40 روبل. هنروح على موقع بتاعنا توب ميلينج، وهنبتدي نيجي هنا ونقول سحب الاموال. تمام كده هو بيقول لي تم سحب رصيدك من المشروع، وهنا نزلت تحت هي 6 روبل و13. هنروح دلوقتي على الباير اخر حاجة طبعا ال40. هنعمل ريفرش مع بعض. ادي 6 13 زي ما انت شايف اهي، وصلت 6 روبل 13. هندخل على اثبات السحب، هنلاقي هنا اسم الموقع توب ميلينج، وهنا 6 13، وده التاريخ 20/6/2021. ده الموقع اهو يا اخوانا، وده اثبات السحب بتاع النهارده من موقع توب ميلينج. هندخل على الموقع التاني بتاعنا اللي هو كاشير فن. ده الموقع التاني للموقع توب ميلينج. هنبتدي برضو نفس الوضع، بس هنا بدال هناك ما بيدينا 0.21، هو هنا مزود شوية 0.28، وبيدينا عائد 14% في اليوم من الرصيد بتاعنا. هو نفس الشغل على الموقع ده، هو مفيش اي اختلاف. هنسجل برضو برقم الباير بتاعنا ونقول تسجيل دخول. هيبتدي يحولنا على الصفحة بتاعتنا الرئيسية زي ما انت شايف كده. انا معايا هنا 7/37 في الموقع. طبعا برضو انا مجدد هنا ب20 روبل. هنبتدي ان احنا نروح على سحب الاموال ونقول سحب الاموال. هنا
هيحولني برضو على الصفحة ديت، هي نفس الصفحة التانية برضو، كل حاجة واحد، بس الاستثمار هنا أعلى شوية أو الأرباح هنا أعلى شوية. طبعا برضو مفيش عمولة، وهنا معانا 7.37، هتبقى حوالي 7.38. هنروح على الباير آخر حاجة طبعا 6.13، لسه ساحبينها دلوقتي. نعمل ريفريش برضو 6.13 زي ما انتوا شايفين. هنرجع الموقع تاني وهنقول سحب الأموال، تمام. برضو بيقول لك ان انا سحبت الرصيد من المشروع، وهتلاقيها نزلت تحت هي 7.37 زي ما انت شايف كده، 7.37. هنرجع على الباير، هنعمل ريفريش، ادي 6.13، نعمل ريفريش سوا، ادي 7.37. ندخل على اثبات السحب، ادي كاشير فن و 7.37، وده التاريخ 20/6/21. نرجع على الموقع بتاعنا تاني، ادي الموقع بتاعنا الاول والموقع التاني. في برضو هنا حاجة تانية في الموقع ده اللي هي المكافأة اليومية، حاول تاخدها برضو. هندخل على المكافأة اليومية وهنبتدي نضغط هنا عشان يديني المكافأة بتاعتي. شوف المكافأة هتبقى كام، انا معايا هنا 34. بقى معايا 39، لا ده انا بقى معايا كده 50، كده بقى معايا 50. هو اداني كام دلوقتي؟ اداني حوالي 0.046، ده اللي هو اداهولي. وصل معايا هنا ل 0.506، ده بالنسبة لمكافأة في الموقع التاني. هنقفل الموقع ده مش محتاجينه خلاص، وهندخل هنا عشان ناخد المكافأة منه. طبعا الستة لسه متعلقة اهي، ساعة ما نعمل ريفريش راحت خلاص اهي. هنبتدي ان احنا نعمل ندوس هنا عشان ناخد المكافأة. هنا معايا 86، هنشوف هو هيدينا ايه. تمام كده، هو هنا ادانا 0.059، 0.059. وصل معايا هنا ل 600 وشوية. دي المكافآت من الموقع، ادي المكافأة بتاعتنا هيت، اخدت 59. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.